فرقه تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور معنا القصص والقصيد نوسع فيه الصدور الحضور نجدد ونستعيد بزن السري الحضور سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم من جد جد وجاد يلقى لفعل حصاد يلقى لفعل حصاد الصامل اللي صعد حر والمعرفة بازدياد المثقافة تشد والمعرفة بازدياد سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف الحضور نجدد ونستعيد بزن السري الحضور سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم من جد جد وجاد هلا يا هلا في كل وافي.
وكل من لقلب صافي هلا 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 فيكم تزين القوة في أهل البزنس كفو يا أهل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا أهل البزنس كفو يا أهل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في أهل البزنس كفو ها ننتقل عن ما تحدثنا به الى مواضيع اخرى ها؟ الجيره قبل وعن الجيران وعن طيب علاقتهم مع بعض علشان نكون يعني منصفين قليل ولو قليلا حينما تحدثنا عن الماضي وقلت انا بوجهة نظري الشخصية طبعا وليست وجهة نظر أحد أنه لا يمكن أن يطلق عليه زمن جميل إلا أن فيه حتى نكون منصفين فيه بعض الأشياء الجميلة التي منها وهي المهمة جدا التكاتف والتعاون بين الجيران فمثلا نجيب مثال طبعا الظروف في الزمن السابق كانت قاسية وإذا جاءت مثل هذه الأيام الأمطار والسيول فإنها تؤثر على المساكن والبيوت بل بعض البيوت يسقط من جراء كثرة السيول ولذلك سميت أحد السنوات سنة الهدام الهدام يعني أنها باستمرار المطر مدة طويلة تهدمت البيوت و سقطت مجموعة من البيوت لأن البيوت كانت مبنية من الطين فقط من محاسن الزمن الجميل في حالة أنه إنسان يسقط بيته أو يدخل السيل على بيته أو يدخل على مزرعته ويعمل بها بعض الأشياء السلبية يخربها يعني نجد جميع الجيران ولو حتى هم الجيران البعيدين يأتون مهرولين مساعدين لهذا الشخص مواسين له إن كان مثلاً لديه حيوانات أكرمكم الله يخرجونها من الماء ويخرجونها من كذا وكذا وإن كان عنده أطفال أصبحوا بلا ماء ومثلاً يجيبون لهم خيام ويجيبون لهم شيء من هذا القبيل فكان فيه تكاتف واحد يبغى يحفر بئر طبعاً ما يجيب عمال زي الآن العمال هذاك اليوم غير متوفرين فتجد الجيران كلهم يأتون مجتمعين يساعدون هذا الشخص
على حفر البئر. طبعا البئر في ذاك الوقت كانت لا تتعدى، يعني عشان نكون واضحين، ما في بئر تتعدى 10 أمتار أو 5 أمتار، من 5 للـ10. بل أنا حفرت أنا وجدي وأخوي بئر يمكن ما تعدت 2 متر وطلع الماء. نعم 2 فقط، يمكن 2 أو 1.5 حتى، بس الماء كان من أول قريب مهم مثل الحين. فهنا نعتبر هذا الموضوع ومن المواضيع التي كانت في ذلك الزمن كانت جميلة. أيضا زي ما تفضلت، حينما يفقد الجيران أحدهم، طبعا أين يفقدونه؟ يفقدونه من المسجد، من المسجد. فإذا فقدوه طبعا التموا جميعا وذهبوا لزيارته ومواساته وعرض عليه بعض الأشياء التي ربما يحتاجها، إذا كان يحتاج كذا، إذا كان يحتاج كذا، وإلى آخره. عبد الله، إذا جاءهم أمراض أول شو يسوون أبو عبد الله؟ والله الأمراض إذا جاءت فهي كانت تخضع للاجتهاد الشخصي. وعندهم معالجين؟ فيه، فيه معالجين من البيئة. مثلا أنا أقول لك من الأمثلة، مثلا جدي الله يغفر له والديكم جميع المسلمين، جاءه ورم. نعم ورم في البطن، ورم ما ندري وشو، ما أنا كلام صغير طبعا ما كنت. ففي شخص يا غريب، والله إنه فعلا غريب، يعني لا ذكرتها أقول شلون يعني. الله لا يهينك ولا يصغرك، جزاك الله خير. جزاك الله خير بعد أبو إبراهيم. جايب معه 60 ومعه مدري ملح فقط، 60 وملح. أين شق ال بطنه؟ إيه، وطبعا مو بالبطن كله، طبقة اللي هو الجلد. الجلدينة. وطلع الله يكرمكم والسامعين والمشاهدين الأوساخ كله بوها واللي فيه، وملاه ملح عجيب، ولملمه وربطه بشماق عجيب. نعم، فصار كل يوم هذا الشخص يجي ويفتح الشماق هذا ويحط ملح. عملية جراحية دي. إيه، حتى زي ما تقول مدة 15 يوم أو كذا الجرح التأم. سبحان الله، وانتهى الموضوع. عجيب. هذا كمثال. أيضا في من بعض الأشياء اللي هي القراءة منتشرة بالله. إيه الحمد لله. والرقية، لكن كانت رقية إيش؟ رقية سليمة. نعم. سليمة 100%. الله أكبر. ما فيها يعني نعم. ها ولا ها زي ما تسمع الآن. نعم. ثم فيها أيضا الكي. أوه هذا. والكي اللي تشتهر به النساء أكثر من الرجال. فهذه طرق العلاج السابقة، والحمد لله كانت الأمراض قليلة. اي نعم سبحان الله. وبعدين ما أجيب لك مثال، أنا وأنا صغير يمكن عمري 4 سنين أو 3 بطت شوكة بالنخل. شوكة ودخلت برجلي. واضطررت ما عاد أقدر أمشي خلاص. مشي ما فيها، أمشي حبول. سبحان الله. فجدتي الله يغفر لها ووالديكم جميع المسلمين. آمين. تقرأ عليها وتدهنها. ومش ودهن ومش، ولكني أعاني أنا طبعا ما في لا مستوص ولا شيء. يوم من الأيام وأنا قاعد رايح للنخل وأنا حبي، ما أدري وش لمسته كذا، بس برمسته همزة ولا مطلعت ذيك الشوكة اللي هذا كبر. سبحان الله. بس إنها حرزة. عقب ما كبرت؟ لا لا لا، خلال 4 أشهر وكذا. سبحان الله. حرزة مرة. عجيب. شوفه سودة. سودة. فذهبت لجدتي أوريها فرح، بس واخذت يمكن حوالي 2 أو 3 ساعات واقوم امشي. سبحان الله. العيون كانت اذا كان في التهاب او رمد او شيء من القبيل، الحرمه تحلب بعيون ولدها. عجيب. حليب. إيه؟ حليب كذا، تمسك عيونه تفتحهن. حاجات بدائيه، لكن حتى اذا طاح قراد في الاذن. إيه؟ تحلب في اذنه. تحلب في اذنه عشان يطلع قراد. سبحان الله. فكانت معاناه، لكن الحمد لله. يعني احنا كل يوم ما نعرف شيء اسمه لا يرفع كل هواء. جاء كل هواء. كنا والله يا جماعة الخير، وهذا الصحيح، أنا محاسيكم أني أطلع بدون طبعا لا ما أعرف طاقية ولا غترة، ما فيه أول. نعم. والثوب أحيانا يكون من شق لهنا، وملابس داخلية ما فيه، والله الذي لا يهل له. وأطلع بالجمد، اشتال جمد جمد، ما بخل رجل تنزل أكرامكم الله رجل وترفع رجل من الجمد، والله الذي لا يهل له مع الغنم. تروح ولا جاك وين فيها كل يوم. طبعا الإنسان آخذ مناعة،
سبحان الله. تعود الجسم على هذه الأشياء. طبعا هالحين جاء تجي رحت لأي مستوصف الآن تلقى البزارين اللي كح واللي صدر واللي سبحان الله العظيم. ما أول ما يعرفوا الأمور ذي الكحة ما تعرف. ولا جت الكحة يسمونها الشهاقة. الله يكرمكم السامع الملائكة يقولون آخر العلاج لها يعطونها لبن حليب حمار العلاج للشهاقة وهذا آخر شيء. فكانوا الناس يتطببون بهذه الأشياء وكل شخص عنده اجتهاد للعلاج. مرحبا. وكيف الدراسة أول أبو عبد الله؟ الدراسة كيف أول قديم؟ الدراسة طال عمرك أنا أجيب لك مثال على نفسي. بالتحديد عام 74 ما شاء الله. نعم جاء خالي من الكويت الله يغفر له. أنت كبير أنت أبو عبد الله. ها؟ أنت كبير ما شاء الله أنت. عود ما عود ما الحمد لله. يقولون أبو عبد الله اللي أبغيت تعرف اللي مر في الماضي القديم أو لا فتش راس. شفت كان فيه تسوايا شايف كان انه ما تسوي ما تسوي فتراها مر بالماضي القديم لا ما تسوي وكان انه يعني ما في شيء سليم لا هذا خلاص كلنا ما نخلو من تسوي اللي بالعلبات كلنا فيها هذه تسوي العلبه بالراس ولا الضربات ضربات الحصى واحد يقول واحد يقول سافرت لاحدى الدول فهو كبير في السن فيقول في الشاب يعني شفت عليه بعض القصور يقول ورأيته واللي هو فعلا يعني من احد من اهل السعوديه وكذا فيقول قلت بنصحه يقول اكلم هذا العمر قال اقعد تكلم الانجليزي قال ما اعرف كان نظر كذا يقول لا في تسويت تحت الاذن هنية يقول يوم ان نظرت عمر لا في تسويه هنية تحت الاذن قلت يا وليدي انت ما انت لا ترطن ولا تكلم تراك يا وليدي من هالنجد يا قال وش قال وش دراك اي قال وش قلت الختم على تحت الاذن الختم تحت الاذن يعني ما لا تستعرض عليه خلك ودك خلك الله الله خلك ودك ففعلا اللي مروا قبل كان مثل ما قال ابو عبد الله ما عندهم مستشفيات ولا عندهم ما عنده اخر الطب اللي تسوي الله اكبر اليوم منها طلعوا قالوا خاشروا فيها الموت خلاص تشوف خلاص ما عاد يطلع لي فيه طبعا نحب نذكركم مشاهدينا الكرام بالوقف لا اله قبلها نذكركم بالتواصل معنا على هاشتاق البزنس 59 يعني راحت الايام الله المستعان ما عاد بقى الا 31 يوم صحيح الله ف كذلك نذكركم بالتواصل على الأرقام اللي تطلع على الشاشة تواصل معنا عن مرئياتكم وآرائكم واقتراحاتكم وكذلك مشاركاتكم ولا ننسى نذكر دائما أنفسنا وبكم بالتعاون على البر والتقوى تعاون على الخير تعاون على البر والتقوى نذكر بعضنا والتعاون نشد أزر بعضنا في الخير نوصي بعضنا كان الواحد إذا بغى يسافر الله يوصونه وهو يوصيهم استودعك الله دينك وأمانتك والآخر كذلك يوصيه فكان يودعهم ويودعونه فحنا في هذه الدنيا ذي في سفر بدايته دخولك لها الدنيا ذي ونهاية خروجك منها من خلال هالسفر ذا نوصي بعضنا فنوصيكم وأنفسنا بوضع لك صدقة جارية وقف يدوم عليك حتى بعد موتك وهناك وقف اليتيم الأول بوادي عمود بمنطقة جازان هذا الوقف كما أسلفنا أنه يكون على الأيتام والأرامل ويصرف جميع أعماله وجميع مصروفاته كلها على هذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي فقدت أعز إنسان في حياته وهو الوالد فهذا الوالد كان قيوم العائلة ولكن عندما توفي فنحن بعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأيتام أنا أعيش بين أبنائي وأنت أيها الأب والأم تعيشون بين أبنائكم وهؤلاء فاقدين الآباء أو الأب أو الأم فأحدهم أو كلاهما فقدوهم فنخفف عنهم من معاناتهم بالتبرع للجمعية و حتى نفوز بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بين السبت الوسطى
فالرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة فردوس الأعلى. لذلك نحن نفوز بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وكل منا يخطي وكل منا يذنب وكل منا وأعمالنا ما تأهلنا إلى علي لا نزكي أنفسنا ولا نزكي أعمالنا التي نعملها، ولكن هذه الأعمال بإذن الله هي خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يتبرع ما حد يدري عنه ولا أحد يعلم عنه، يدخل على عن طريق الجوال أو عن طريق الصرافة ويدخل على البنك ثم على اسم الجمعية ثم يتبرع في الوقف، ما أحد درى عنه ولا أحد علم عنه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال، مرحبا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو خالد، عيد طاحوس القحطاني. حياك الله، حييك وحيي الأخوان الحضور الكرام، شيخنا وأستاذنا الكبير الدكتور صالح الحمد أبو عبد الله، وأبو إبراهيم والأخوان الباقيين، حيهم ورحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام. الله يبديك ويبارك فيك. اليوم أبدأ في أبنائي ما شاء الله تبارك الرحمن، وسويتوا فعالية طيبة، لكن الحقيقة اللي شدني وخليت أتصل يا أبنائي عمنا أبو عبد الله بحربنا عن الماضي وقساوة الماضي والشقاوة والأشياء اللي حصلت، وذكرني حتى بالشوكة اللي دخلت بالريم لأن حصل شيء على هذا. أكيد مرة عليك. انقطع الخط. اكيد ان ابو خالد مرت عليها الشوكه ذي. يعلمني ابوي طرها الشوكه، يقول ابوي يقول انا ولي عقب وطت لي شوكه، وشوكه السلم طويله يقولون كسرت في رجلي، يقول بديت اضلع، يقول واطا، ويقول هذا يقول سبحان الله العظيم كل مالها تطلع فوق تمشي مع اللحم، كل مالها تمشي فوق تمشي فوق. قل لان حسيت، يقول انا احس انها انقمت وسط الرجل، يقول هذا سبحان الله هذه مع الوطي بدأت تطلع فوق حتى طلعت على الرجل من برا من الجهة الثانية، القدم على القدم، على القدم من الجهة الثانية سبحان الله العظيم، على ماط الرجل طلعت فوق عند جهة الأصابع. يقول يقول كان جدي الله يغفر له وأبويا، يقول طبعا لا مستشفى، قالوا يجيب المنقاش، قال امسكها امسك راسه كذا، قالوا يجيب السكين ويبذح الجلد علشان انه يعني تبين له، قالوا اسحب اسحب، والله يتسنى يسحب قلبي ما هو من الألم اللي، لكن يقول من الخوف والذلة يقول تحملته، يقول عارف إن لو إني بتيت ولا صحت ولا شيء، يقول عارف الكف جاهز. يا الله. قال أنت رجال أصبر، قال واصبر وقرط على سنوني وحالتي حالة جاي، قال وقرط العمر، قال قال ويطلعها، قال والله يا يقول لا مستشفى ولا شيء، قال إنه طلعها طلع عمر، قال مجهز له عظم على النار، كاسر منه وحطه على النار شاويه لين راح اسود العظم. الله اكبر. شايف؟ قالوا يبرد شوي طعم، قالوا يحطه على متانه يتسويه. اي قال تسويه عشان يوقف الدم ويوقف النزيف ويطهر. اي قال في نفس الوقت نعم يعقم. قالوا يحط على طعم، قال في رطه خلق قال اروح. شايف؟ وهذا الحين صارت العلامه في رجله. ما شاء الله. لكن لكن اقول لك هذه كانت معاناته، ما كان في كان بس اللهم ما عندهم الا تسوي صحيح. ولا الفصد ابد ما عندهم الا ثنتين ذي ما في غيرها. نعم. فنكمل حقيقه قبل ما جانا اتصال، نشكر حقيقه عيد طاحوس على اتصاله، وعلى وعندنا الحقيقه اليوم شوي فعاليات لو انها بسيطه يمكن تذكر البعض بالماضي. نعم. لعبه كانوا يلعبونها ابائنا وجداننا، وكان يمكن احدكم يذكرها، ابو عبد الله اعطاني اسم لها وانتم يمكن تذكرون اللعبه هذه، احنا نقولها الزقطه اللي يذكرها منكم، ولعل ثلاثه الحصى خمس خمس. اي نعم، لعلنا ناتي بهذا الحين يشوفونها مشاهدينا، نسميها مصاقيل زي المصاقيل، احنا نسميها مصاقيل. نعم. هذه طبعا يلا يا ابو خالد. هلا مرحبا. ارحب يا ابو خالد ارحب. الله حلو، قطع الخط من عندكم من القناه. الله الظاهر ان جوالك يبي تغيير يا ابو خالد. لا لا مو من عندي، لا منكم من عندكم، وسال الكنترول من قطع من عندهم مو من عندي. الله يحييك. طيب الله يسلمك ابو خالد. اسلم اسلم ابو خالد. سابق يعني قساوته وقله الماده
لكن كان في محبة وترابط بين الناس. وأما الآن الحمد لله إحنا في نعمة وخير، لكن الناس كثر المشاغل والالتزامات قرنت بين الناس والترابط لما شاء الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة وأتدخل مع عبد الله أخبار غير أبو عبد الله. واضح الصوت واضح دكتور عبد الله اسمعك يا دكتور صالح، ذكرتنا بالماضي. هلا والله ابو خالد، هلا مرحبا. اقول ذكرتنا بالماضي القديم، رعي الغنم و الشوك والشوك معي. انا والله دخلت رجلي في الشارع حالي منها يا ابو عبد الله. عموما انا عجبتوني، حبيت اتداخل معكم بهالمداخله البسيطه، والله يوفقكم ويسعدكم جميعا. الله يسعدك. ولعلنا ان شاء الله نقابلكم يا ابو عبد الله ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله. انا الخميس نقابلكم اكيد. الله يحييك. الله يحييك ابو خالد وابو ابراهيم. الله يحييك. الله يحييك ابو خالد. اي وقت يا هلا وسهلا، تراعي محل يا ابو خالد. تحياتي للجميع، والله يحفظكم. الله يحييك. الله يحييك ابو خالد. هلا وسهلا. هلا هلا مرحبا، حياك الله يا ابو خالد، سعدتنا باتصالك. ويعني ما قال ما قالوا بعثت فينا الروح شوي الى جانا حد اتصل زي من اول الناس والباديه وقديمي. لا جاهم واحد من برا ضيف ياخذون اخباره يفرحون ياخذون علومه اللي من جاء صح. اي نعم. ف نبي نذكر مشاهدينا الكرام ذكرتني بالموضوع. فنذكر مشاهدينا الكرام بلعبة كانوا يلعبونها طبعا شيباننا وجداننا قبل، كان ما فيه لا فرشات، كان يمسح الارض بس مسح كذا اي ويحط الخمس اللي هي يفرقن عن بعضهن. اي نعم شفت. فطبعا ترى كل واحد بنعطيه منها. انا اتحداك بهذه. ما بفرقها. لا لا انت هو خل اعطيك. انا اتحداك بهذه ابو. طيب تعال 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 انت ابو عبد الله متنافسين. لا تعال انت ابو عبد الله. تعال تعال لا بتفرق هي. طيب ما عليك. بس طيب بعدين اي صح صح اي نعم. عطنا نمسك يلا امسك. ها تعال هنا يا ابو. طب انت هنا عندي اجل واحد يجي هناك. تعال لا انت هنا يا ابو. يلا يلا احنا شوف احنا كلنا يقرب انا عشان يصير واضح للكاميرا. نعم تعال هنا. لا خلي لا انا بقول انا عنده انا هناك. لا 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 تعال هنا انت ويا ابو عبد الله. اوضح 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 هناك. جلس هنا بالعكس هنا اوضح. اي ابو ابراهيم سم. طيب هذه يلا ها بسم الله لكم انت ويا ابو اتحدى ابو عبد الله. يلا انت ابو عبد الله. يلا يلا خبر جدتي وامي يلعبون. خمس خمس خمس. الله الله خلنا نشوف خلنا ناخذ نكسب منهم مصبر وماجد. يلا وماجد خلنا نكسب منهم. شوف شوف اي اي لازم تجمع الخمس كلها في يدك ما تضيع. ما شاء الله شفت كيف؟ ايوه اي طحت خلاص طاح اصبر طاح طاح طبعا ضحكتوني. شو يبكم؟ شو تجمع الخمس كلها، اذا الخمس كلهم تفايز. اي هذا احنا اربع طبعا طاحت. ها؟ عطها اعتبر مهزوم. ورنا ورنا الشيطان. انا خبرك كذا يا يلا وانت يا ابو. انا عندي لعبه ثانيه. انا خبرك كذا دخلها من هذه ثانيه. امي وجدتي هذه خبرك كذا. يحطون كذا ويدخلونها منها. هذه ثانيه. هذا موضوع اخر. ما ادري عاد. هذه ثانيه هذا اذا خلصت اختار هذا احنا. طيب كيف انت؟ ابو عبد الله عندك. هذا لك ابو سم عشان تجرب الطريقه اللي تقول. يلا ما شاء الله عليك. نجمي نجمي ما شاء الله عليك يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. لا يلا لا الان لا الان قل كذا شوف هذه هذه مره ثانيه. يلا الان هذه الحين جاء دور ابو ابراهيم. يلا طيب خذ المسقال طبعا هذه سمها. يلا لا لا تلمس تحرك ترى على وحده وحده ادري بس مش هذه جنب هذه الحين هذا خليك دقيق. ايوه هذه وحده. اي لا طلع اقعد. يلا خلاص انت يلا انت يا ابوي انت صعب رحت هناك الحين. عطى عطى ابو عبد الله. يلا اصبر خل اكملها. طيب طيب نكمل. ايوه هذه خلاص اي هذه خلاص باقي هذا. احنا شو نجيب احنا؟ اجيب اجيب لكم اجيب ان شاء الله. يلا خلاص انا يلا ابو ابراهيم بسوي شيء حقت ابو عبد الله. يلا يلا يا انا ترى خبر الكاميرا على ابراهيم وجدتي الله يرحمه. هذا اللي جبت ذولي كلهم بعدين انتم انا ما ادري عن الترتيب لكن كانوا يلعبون. نرجع لك ابو عبد الله لا شك ابو ابراهيم بعدين نرجع لك. يسحبون كذا يبدون كذا. لا يلا طاحت هي خلاص عشان ما تطيح ذي. ركز ابو ابراهيم ركز ركز هذا اللي نعرفه. اي انا قبل شيء اول شيء سويت الخمس
سم ما تغلط ما تغلط خمس ضد واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست ست واحد مش قال طيب اجيب لك الشاهي ونازم نشوف لعبته احنا طبعا سم اللعبه اللي طبعا نفس اللعبه هذه ممتازه يلا لكن فيها اخرى لها طبعا هذا الخمس صح ولا لا؟ اي راح طيب هذا واحد شوف طبعا اي لا لا اهم شيء ما يطيح شفته لا انا بقول لك حلت واحده شفته صح بعدين ما تطلعها من يدك اي لا هذا وين يا ولد ما تطلعها من يدك يلا نشوف نايف يلا الله اي ما تطلعها من يدك خليني اقرب لك اصعب شيء ما تقدر خلاص ها ما تطلعها من يدك ابد تبقى كلها في يدك خمس اذا قدرت ابو نايف باقي واحده يلا ابو نايف باقي واحده هذه تحدي هذا ما شاء الله ما شاء الله تدرب تدرب البارح شكله ولا كل الماضي طبعا اللعبه الاولى اللعبه الثانيه مثل ما قال ابو عبد الله على وحده وحده شفت ها هذه اهون شوي ها هذا المبتدئ تصير ثلاث ترى اللعبه ذي تثير بعض الامور طبعا هذه الثانيه اللعبه ذي اذا صار تلعب انت ويا احد ربما تثير بعض الامور عاد إيه الشعر ولا غيره اي هي انا خبر امتسع هاي امتسع هذا ان شاء الله الثلاثه الجاي إيه؟ بنجيب لكم اللي هي امتسع طبعا امتسع وثلاث امتسع اللي هي طخخ طخخ يسمونها ملطاخ وبعضهم يسمونها لها عده اسماء اي نعم شايف طبعا هذه الثانيه شايف ما هي مرطاخ ولا لا طخ اذا سويت ثلاثه على مستوى واحد طخيتك طخ اخذ واحده من حجم من اللي تبعك الظاهر الظاهر كنا نسميها مرطاخ لك انت نوع مرطاخ او مرطاخ لك نوع ولا هو نوع يضحك علي وسوي شوف مو بواحد مو بنوع واحد يلا خليكم مع ابو نايف هذه ابو نايف يضحك علي وسوي ابو نايف ماشي البارح ما نجح اعطاني عين اقول البارح ما نجح البارح البارح ما في نجاح نجحنا في ثنتين وباقي واحده لكن ان شاء الله لنا عوده طيب هذه اللي يلا الحين ابو ابراهيم ابراهيم حريف لا والله وبعدها يبدا طبعا هي الثلاث اللعبات الاولى تاخذها كلها خمس باخذ على حبه حبه اول الخمس كلها سوا الثانيه على واحده اللي هي على واحده واحده الثالثه اللي تدخلها بين الاصابع اللي خليها على واحده واحده وتمر ارجع لابو عبد الله هذه واحده عاد ريبين بينتهم هذه ثانيه ما شاء الله عليك ابو هذه ثالثه يقول على واحده غش غش على واحده تلعب هذا غش واحده غش يا شيخ شلون ابو ابراهيم والله هذا من البدايه يعني هذا لعبه البدايه لا لا كذا كذا بعدين كذا عاد نبدا بالثانيه يا بيي الصعبه نبدا بالصعبه تدرج مو كذا لا طيب مش انت مش اللي يعني يقولون هذول اثنين سم يرعون حلالهم عاد والله ما ادري وش حلال واحد منهم على ما قال يوم جت التمدن ونزلوا الكاميرا شنو الكاميرا ابو ماجد لو تجي كذا ليه مو واضح يبدو لي لا انا كنت ما انت عندي كاميرا يقولون عاد يوم منهم جت تمدن وجاء واحد منهم راح في طرف قرايا القصيم عاد ما ادري منهم ما ادري اي قريه وعاش هناك الرجال وقامت تجي اخباره الخويه قالوا مرزوق اعرس ولقوا له بندق ما شاء الله ايه كتب تطور مره ايه وزوجوه مصريه ما شاء الله والله فيه قامت تجي الاخبار موتر وبندق ومصريه ما شاء الله ويجي يتمشى يوم جاله والله انه هذا خويه اليوم قلطه طال عمرك على الفال اللي واجهه كشري ولا ملوخيه مصريه هي ملوخيه ورانب ويقوم يغني يوم عاد يقول يرزقني اللي رزق مرزوق بندق وموتر ومصرية من أول أن يأكل المرقوق واليوم يأكل ملوخية تطور هذا تطور عجيب لا وما عنها هيجية هو من حاشن ما يبنى جابنا القصة عشان ما نعطيه عشان ما نعطيه عيب يلا عطيه يلا أعرف لها لا لا عندك لا أنت عرف لها حاول حاول كذا قرر نعم عاد الشاعر طيب. اللي بيضبطها شاعر خلنا نقرب من بعض ابو عبد الله يلا طيب ها بسم الله هذا والله خذ الحصى من اولها الثانيه اخذ الحصى بنفس اليد ودي بالدفع نفس اليد دي ودي بالهواء تاخذ هذه ابونا اربع عيون وماجد هو ما راح يقول الشيء ما راح يقول الشيء ابو عارف خلونا نعطيكم الابيات الزينه ونحاش معنا تصريفه ابو نايف جايب اللعبه مدرب البارحه ابو عبد الله كذا يعني استعرض علينا لكن احنا ثاني مره نجيب لعبه وندرب تدري ابو ايجابيات ايضا والله ان اخر عهدي بهاي الربع من يمكن من 40 سنه
سبحان الله. ولا 50 سنة؟ لا من 40 سنة. وأنا من 60 شايف؟ سنة. شايف؟ يعني لكننا نعيد الذكريات لأجل عيالنا يشوفون هذه زي طبعا زايدة واحدة من واحدة من جبتها. ستة أنا أشوفها. جميلة على كل. إي. هذه اللي لخبطني عشان ستة. إيه؟ هي كانت ستة. تساعد على الدفع. خمسة. احنا نبي أبو عبد الله قبل شوية منك على أساس تجمعها كلها سوى في يد واحدة. يد واحدة؟ إي. بس ما اشوف انا بدي ما انت ما جبت الا مسقال زي الناس. طيب هذا مسقال هذا مسقال هذا اكبر حتى اذا ما هو مسقال هذا اكبر واللي عندك خمس لا 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 تجمع الخمس كلها اقول لك وش الميزه طيب وش الميزه؟ مجمعها انت من مكان كبار تمسك اكبر إيه. انت ناظرني يفتح بسرعه وانت ما شاء الله عليك وشو يا رجال عشان الحق كم دينا مجمعها من حي الله ما في مسقال زي الناس ما شاء الله ابو عبد الله يجيب ما شاء الله ما شاء الله ابو عبد الله ما شاء 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 الله يعطون عين مثلي ما شاء الله الحين تجي ذي يلا ثاني يلا ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ابو عبد الله ما شاء الله شلون؟ خلاص انا توني يا شيخ يلا يا ابو عبد الله يلا اعطيت يلا ما عاد عندنا اعصاب انت مثل اول نقعد حوالي ساعتين ثلاث من مالك من اول الوقت اول ولا لهك الملهيات اللي موجوده الحين اول نلعب سبع الحجر اول اي سبع الحجر تعرفون سبع الحجر لا هم مسقال زي مصاجين زي الناس ما يبدا سبع الحجر اللي هي وتسعابه لا لا سبع الحجر نحط حجر سبع فوق بعض اي زين اول من اول ما طافت الكوره الصغار ذولي تحذفها اي نحذفها اي اي اذا طاحن طبعا طاحن كلهن احنا الفريق احنا الفريق الان احنا الفريق احنا اللي يهرب يهرب اي احنا الكره هذا نضربه ونهرب نهج الفريق الثاني جنبنا او ما هرب يلحقونا يلحقونا بالكره ذي اللي يضربونه طبعا يضربون يطيح فريقنا احنا خمسه سته يسوون يحاولون يجون يركبون الحجر فوق بعض قبل ما يضربونا بالكره هذول الفريق الثاني تعاشف عاد وناصر الله اخر الدنيا بساطه والزين وش الزين إذا لا إذا ضربوا واحد الحقوه ما ضربوه إذا وخروا راحت الكرة بعيد نجي كلنا مع بعض نجمع فوق بعض سبع الكرة بعيدة ما يجيبها واحد منك ما يمدي يجيبها عشان يضربنا ما يمدي وليش وجود هالألعاب والدنانة والسعابة والأشياء هذه لأنه كان الوقت ما هو مثل الآن التلفزيونات والواتسات والآيفون أشغلت الناس فكان اختراعك الألعاب اختراع ذاتي نعم يعني احنا من أول صندوق الشاهي نسوي بو عربيه صحيح تذكرون كلكم سويت صندوق الشاي كان يجيبوا جبل الخشب هذاك ونحط له يدين ونحط له كفرات غطيان البيبسي نحطها بالربل ونسوي لها كفرات ونلبقه بالبيت كان سياره يعني فش العاب تخترع من نفسه الحين الولد اذا بغى لعبه تودي للمحل الالعاب يقعد له ساعه ما يعرف ايش يختار من الالعاب فكلها مصنوعه من اول كان صناعه يدويه واختراع ذاتي يعني هذا اللي فرق اللي بين الدنانة مهمة صيخ حق الدنانة صيخ الدنانة وتسوي وبعدين شو اسمه السعابة ملونة صولة بها رصاص ولا ما بها رصاص شيء خيال وتبيع سم السعابة بالريال وفي بال 20 سعب بريال أظن بالجنادرية كان فيه واحد يعرض هالأشياء اسمه المبدل أظنه وألف كتاب بالألعاب القديمة هذه كلها اسمه ما ادري والله نسيت اسمه بالضبط المبدل هو العائله المبدل اكيد فالف اشياء كان هو يجي بالجنادريه يعني عنده جناح يعرض هالالعاب هذه وسوى له كتاب الف كتاب في الموضوع هذا يا سلام جمعها جمعها إيه؟ كان اول يجيبون جالون الزيت جالون الزيت حق تذكر يقصونه من فوق ويجيبون قواط النيد قواط الحليب السائل او قواط الصلصه صلصه صغيره الصلصه او قواط الحليب السائل يركبونه فيه اي فيجيبون سيخ ويحطونه يشقونه في الجالون ويشقونه منه ويركبون فيه كفرات اللي حليب السائل ذا قواط الحليب السائل او قواط الصلصه الله يركبونها طول العمر ثم خلاص سياره يحط له حبل للجر وسياره ويحط له انتل ويحط في راس الانتل طول العمر ريش الدجاجه لا ريش الدجاجه ما هذا العام هذا اللي يلقاها نعم لكن بعد العام يحط ريش الدجاجه سبحان الله والله يمشي طول عمر ما شاء الله يروح في المسرح ويرجع بجالونه معه صحيح الله وما لقى اللي قال الشيء حطه في هالجالون هالجالون سياره يرجع ومحمل ومبسوط ومستانس وتخبر بدل المفرقعات والطرطعان كنا نجيب البلف
اي معروف البلف هذا ونجيب الكبريت البوجي قصدي البوجي اي حق الك... لا مو بالبوجي البلف المايل حق البلف حق الكفر اي ونحط فيه الكبريت ونجيب مسمار نحطه ونضرب فيه الارض ومن تسمع طق رمي فرقع والعيد ما عنده قروش اي ما في ولا في ترضح ما عنده قروش مع شراغي تلقاه معهم وده اللي يقول بالسبريت كذا يعني فخفخة بالنسبة له وإذا إياك أبوه أنا منهم يقعد له ساعة يعبي لكن وش لذتها وفرحتها كالأيام وانتعاش يعني شيء عجيب تجد لذة فيه لأنك أنت اللي تسويه من الألعاب اللي يعني قلت أو نثرت الحين من دثر الآن المصاقيل إيه المصاقيل الان ما نشوفه الحين كلها الكترونيه الالعاب الكترونيه ما ادري ممتاز استخدم كنا نشوفه قبل يعني الالعاب الاطفال الببجي وغيره كانوا يلعبونه نشوفه بالشوارع وقت شغالين يلعبوا بس قليل يعني اندثرت قبل 20 سنه قبل يعني وقت الربيع اكثر يعني في الاجازه تلقى العيال كلهم حفروا يلعبون مصاقيل الحين ما اشوفه مصاقيل يمكن نادر بالقرى بالقرى نعم. لانه الجوالات غزتهم الجوالات صارت موجوده بالجوالات الحين متسع والمصاقيل موجوده بالجوال يلعبونهم بالجوال يلعبونها بال يلا ما في حركه ما في حركه والاول ومصاقيل تحدى بعضهم خطر على 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 عيونهم بعضهم يتجر منها كان من اول مع قوطريدو ويعبي المصاقيل ويبيع يكسب بعضهم حريف الله الربع بعض اذكر انا هاك الحين واحد عمر الله يذكره بالخير مسقال سحري ذا اللي معه مش مع مسقال كبير سحري والمسقال هذا طول عمر ما يفرط فيه ابد لو تقول عطنيه هاك الحين يا قال 10 ريال 10 ريال وين عندنا وقال ما لا ما بيع ذا مع جالون ما هو مع قطنيدو القطنيدو هذا يعبيه مصاقيل ويبيع منه ويكسب منها الناس ويحط فيها القوطي شكله انت لا والله ما جاي انا اللي دايما خسرون لا بس عشان المشاهدين يعرفون المصاقيل هي البرجون سمي في ناس يسمونها البرجون صح ولا لا صحيح نعم. في نوع حجمين يجي حجم كبير مصقال كبير وحجم اقل يعني الحجم العادي نعم الظاهر انه يسلم للزجاج الظهر فيجي هذا عمر مع قط النيدو ويبيع منه حصى ما في الا الحصى جمع الواحد حصى انيق مو مثل حصى والله انا كان عندي على قول ابو نايف والله عندي انا علبه نيدو عند راسي باللي جيت انام هذه في المصاقيل حقاتي غالي علي هذا مكسبك نطلع نطلع فيها بالحاره يلا تلعب معي يا اجي مزودها عادي يا تنقص يا تكسب علي يا ابو ماجد تاخذ من مصاقيلي يا اكسب عليك تاخذ مصاقيلي فكانت يعني تنافس جدا حياها ذاك الحين يعني العاب كثير منها الدنانه منها اسعابه نجي طول عمره القصاصه ذي حقت سواء قصاصه النيدو او قصاصه الجبن او قصاصه نجي نشقها شقين ونحط فيها خيط شايف الخيط هذا اللي ها وراره اي نحط فيها الخيط من قدت عمر الاسحاب سحبناها تقعد مره تخن تسمع صوت رياضه ترى يسمونه وشاشه اي لها تخن خنين لهم مبسوطين موجوده الحين موجوده الحين مطوره وبعضهم لمبات وبعضهم يسويها من الخشب حط من الخشب زي المغزل زي ولا تنسى النباطه بعد النباطه لا تنسى النباطه العصافير يعني الاولين يا اخوان تراهم كانوا بحاجه الى اللعب ترى الى المرح والحركه بس اختراعهم واخترعهم هم نعم الاولين يعني تقول الاولين شوف الان كيف اخترعهم صناعه محليه اكثر من 10 20 لعبه تقع عندهم يعني كلهم من 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 انتاجهم احنا اليوم اللي ابغانا نلعب نجيب العاب كل برا وكل عبق الجوال اشتري كيرم ولا اشتري وتقل جوال ولا كيرم انت قاعد اكوني له حركه العاب حركه كلها حركيه الشغله هذه تبي حركه وانتباه وتركيز تركيز المخ فعلا ام تسع هذه تفننت فيها انا اصبحت يعني اجلس اتحدى فيها ابوي الله يرحمه ما كان احد يهزم ولا يهزم احد في هذه ثلاث اذا ركبت ثلاث صح اي اذا ركبت ثلاثة منها تاخذ منها هن تسع بعضها تسع وتسع هي بدايه ثلاث وتسع وست وتسع و12 طبعا يسمونها مقطار مقطار يسمونها مقطار اي او يسمونها قطره بعضهم سلسلة ثلاث قطره بعضهن ان تاخذ منها وحده وتتخيل لك وحده تشوف التسع ذا اللي تشوف لك وحده تختارها تشيل حركته وانت تصير تفتح صح. لك باب صح
وهو نفس الشيء يفكر تلقاه يخطط فعلا والله الربع انها فعلا يعني تمرين ذهني تلقى واحد يخطط كانت تخطط حرب صحيح الحين لما جاني من هنا صحيح ابد قريبه في الشطرنج انا اللي جاني من هنا طيب هل يعني ممكن يقفل علي ولا لا تلقاك هو يخطط انت كذلك اللي حركت تفكر بين تجيب اي حركه ممكن تضيعك صح حتى لو جيت تاخذ حجر من تاخذ من العقل تاخذ من الحجر حقك لازم تفكر اي واحد اخذ نعم اللي تصيبك في مقتل على قولهم نعم ممكن اخذ هذه ما تاثر عليك نعم صح لكن لو اخذ هذيك خربت تخطيطك كله هذا الفرق يعني بعد. احيانا انا اشوف ان هذه مذبح له اي لكن اتركها لا تجيبها اليوم اتحداك ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله الثلاثه الجايه ان شاء الله انا اتحداك بتحداك فيها يلا يلا على شايف نحط الثلاثه ان شاء الله وعد ان شاء الله طيب فكنت طول عمر اتركه ما نعرف لو ذبحته انهيته فانتهت اللعبه عجيب اي ابغاها تطول شوي عشان ايه عشان اعطيه فرصه اعطيه فرصه فاحيانا تطويل تذيه هي تقضي علي ضرك اللي يقول الطمع يخرب ما جمع ما شاء الله فعلا والله كان يعني اتذكر الان اللي معنا الله يذكرهم بالخير واللي مات الله يغفر له ويرحمه واللي حي له طول عمره عطاعته كانت يعني نستانس في الليل وقمره لجت القمره ننبسط عظيم ساري ما في نار زين اي وش اسوي اللي لقيت العظم ما علمهم فيه حط مخباتي صح لو علمت فيه طرحوني الله وانا عاد ما شاء الله علي طويل وسبوك ما شاء الله احط مخباتي واقعد ادور معهم ها حد لقاه انا ما حد لقاه لا انا اقرب من المكان الحله اللي يسمونها الحاله اي لا قرت منها صحت عظيم ساره عظيم ساره زبنت طعم بيمسكونه علشان خلاص اي مسوي فيها الله تلقى يعني ومضي مضاح كانت العاب كلها قديمه ذي خاصه لجد القمره ينبسطون فيها والقمره لكنها صارت ظلام مره ما تلعب الالعاب هذه سبحان الله يعني يدورها في الارض يلقاه اختار لهم عظم معين ومثلا ساق يعني ايه او فخذ من الهم عظم يتنقونه من عظامه من عظام الاشياء اللي انهم ذبحوها وكلوها والان مغى العظم الحال اخذ العظم يلا واحيانا هالعظم ذا معروف يخلص من اللعبه دسوه يلعبون فيه كل يوم اي دفنوه وخلوه لان بكره القمره بكره بعد إيه يلا ويلعبون بكره ولا عندهم اللي رجع والرعيان من الغنم ما عاد عندهم شيء صحيح الشيبان على نارهم والشباب راحوا يلعبون الشيبان اكثر ما يلعبون متسع لانهم فيها جلوس قاعدين يعني مربعين متربعين وقاعدين ايه وبطخك وطخيتك بس هذه سوي طيب في وش الالعاب اللي فيها ضرب؟ اذكر في العاب فيها ضرب اذا انهزمت تنضرب اذا فزت انت ناجي هذه يمكن اذكرها انا بس نسيت بعض الالعاب اللي فيها ضرب يمكن اذكر ان فيها العاب طبعا كنا نلعبها احنا بالشباق ايه في اذا شو اسمه إيه يربط شماغيه يحط فيها شماغ يجيب له حصى بس ما تكون قويه ويربطها في راس الشماغ يقعد يلوح بها وانت الحاش الحق اللي يضربه يطلع برا لانه هو اصلا من قبل مضروب هو خلاص اي وبيقتضي طبعا اللي امنه ضربوه خلاص انت الان ترجع وين ترجع انت اللي تضربهم ينحاشون نعم صحيح. وكان في لعبه يلعبونها وهذه طبعا كانت قديمه يلعبون مثل هذه شفت بحيث انك تفرها على مخرجنا يطلع حلية شفت جديده ها ها مخرجنا معي طبعا اللعبه هذه حطها كذا اسمها ايش اسمها عندكم يا مخرجنا القال اي فهذه كانت طبعا دحدرها لين تصل وين اخرص لين تصل هنا اوه اي لازم انها تكون اها اطيح ايوه هذا الان تعتبر خلاص وصلت الى فايز اي هذه فايز الحين الله فكان يلعبون له اي كان يلعبون العاب هذه واللي ينهزم وش يسوون به انا احكم عليك فيه جلاد وفيه حاكم الحاكم يحكم عليك كم جلده طب الحاكم قبل هذا طبعا الجلاد هو اللي كان مجلود قبل مجلود اخذ الحاكم عليك انت اللي جلدته قبل فانا الان انهزمت
الآن أحكم عليك أنا كم نزمت أحكم عليك كم جلدة؟ قال لك والله 10. خلاص افتح يدك يلا يلا يد وجه جلدك جلد 10 جلدات الله. 20 جلدة ويلا هو اللي يفوز أنا فزت أنا الآن أصير الحاكم خلاص تحكم بينهم أنا اللي أحكم عليهم إيه. أحكم عليك لأن كنت هزمت أنا أحكم عليك وإذا فزت أنت تأخذ مني الحكم وأي واحد يفوز هو اللي يأخذ الحكم صحيح. ويحكم على اللي بعده والجلاد معروف معين فلان هو الجلاد أوه. يلا من المهزومين طبعا من قبل انهزموا أنت الحاكم تعين لك جلاد تقول أبغى فلان جلاد خلاص الجلاد هذا تدري ما عاد براح من أحد ما جلد فعلى هذه الألعاب حقيقة يعني جميلة وكنا نلعبها ونستانس فيها وننبسط ويروح الوقت ما ندري عمر الا والله يدنا العشاء احنا كنا طبعا بين المغرب والعشاء بعد العشاء عاده يتعشونه قبل العشاء بعد العشاء عاده خلاص نوم نوم ما عاد فيه الا طعم تخلي لنا بكر قد وتنسرق مثل الحرامي وتروحوا تروح بعيد تلعبون اي بعيد اي يلعبون بعيد لعبت عندهم قرب الاشت لو سمعك ابوك يا ويلك نعم. تجي تسوي لازم تحط المخدات شيء تسلفين واحد رايم وتعلم الشباب الحين ومتواعدين طبعا اي هم مثلا متواعدين في الوادي الفلاني يعني بعيد عن الاهل عشان يلعبون ومطارح تطارحون بينهم مطارح موجود اي يلا زي ما تقول زي الان قريبه من المصارعه الهنديه اللي شفتوا المصارعه اي قريبه من المصارعه هي تعتمد انه الاثنين يوقفون واقفين اي وتشابكون مع بعض اللي يجرح أخوي بالأرض مهز خلاص فاز مو بضرب يعني إنك تضرب لا 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 بس مجرد إنك متشابكون طارح يسمونهم طارح يسمونهم طارح اللي يطرح أخوي بالأرض حقنا عليه ولين قريب لا طلعنا للبر أول ما بعض الناس النشيطين يوقف يلا من يطارح يلا أي كرة تالجة تالجة أي ولا كلام أول السباق حتى عند الرجال الكبار السباق موجود صح كان يتسابقون بينهم كان سابق كان طبعا اللي عندهم الخيل واللي عندهم الهجر نعم. هذا السباق معروف والعن رجليهم اي هذا كان معروف. كامل اكبر حتى عند الصغار كان السباق ولعبه في لعبه طق طق طقيه اذكرها طقطقيه اي نعم راح يلعبونها طق طق طقيه هذه مشهوره حتى لين جاء قريب وهي في التلفزيونات وفي المدارس ويجيبونها لازم يجيبونها يقول العب يقول طق طق طقيه رن رن يا جرس رن رن يا جرس يلا ومحمد راكب على الفرس يلا هي على ثم يا ملك عمر انت تختار لك واحد تحط الطقيه وراه ايه تحط طقيه وراه تنحاش انت هو بيطردك وانت تجي تلحق قبل تلحق مكانه قبل ما يجي هو اذا لحق طرحك يرجع في مكانه وانت ترجع تكمل عجيب اي اخي الله شايف يلا على هالطريق كل واحد وهم جالسين دائره كل واحد اختار له واحد حط الطقيه وراك نحشت انت الحقني اذا لحقتني قبل ما اصل الى مكانك جلست فيه انت تكمل عاد الله طرحتني قبل على هالطريقة زمن أول الألعاب أعطي جوالي وراك تعني هذا فحقيقة قبل ألعاب جميلة لا لعبنا وخلاص جيب لعبة جديدة غير لعبتك يا أبو عبد الله بسم الله طيب بكره جيب لنا الدنانه يا ابو بعدها والاسبوع الجاي لا بنجيب المقطار ايه الثلاثه الجاي ان شاء الله ايه وبنجيب الدنانه وجيب البرميل وبنجيب طال عمر العاب اللي ما شاء الله احنا كل ثلاثه بيصير فيه نوع من لبسنا بالبرميل احنا لعبه البرميل نشوف عاد من هو اللي وش ما برميل ايش تسوي به بعد البرميل تحطه وتركب فوق البرميل وترجع له اي هذه كنت اسويها وانا صغير لكن يوم كبرت اللعبه اللي يوم كبرت ابو عبد الله سويتها وانكسرت لازم يوم انا صغير يوم انا صغير اتفنن فيها نمشي عليه احنا نمشي على البرميل عادي تمشي على البرميل عادي وانت فوق البرميل تركب رجليك يمكن لك يا تمشي يا خلف الحين جبت وجيب والتامين الصحي المهم يوم الاسعاف انا يوم عاد الاسعاف عند الباب يوم كبرت بسوي زي لعبه حاولت اطعمر وانا اطيح اطيح على يدي كم عمرك؟ والله الظاهر انها 16 بهالحدود خسرت عجيب لا لازم تجيب البرميل يا ابوي يوم اني صغير اكل الحين ثلاث بداي كنا يا شيخ اقول لك نفحط فيه البرميل تجي على طرف تقعد تبرم وانت فوقه عجيب يعني هذا من الالعاب اللي كنا
وانت سابق مسابق عليه، لكن عقب كبرنا ما عاد صعبه ولا من اول خفيفين والتوازن صح. جيب الكفر يا ابو نايف. ماشي الكفر الكفر وين الكفر؟ انقذ فوق الكفر. العاب كثيره. لا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله بنجيب لكم شد الحبل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابق عائشه. نعم فسبقته عائشه. لا فسبقها فسبقها سبق عائشه اللهم صل على ثم سبقها مره اخرى. اي مره اخرى سبقها قالت تلك بعد ملأني اللحم وكذا قالت تلك تلك بتلك. اللهم نعم اللهم صل على اللهم صل على رسول الله. اي شيء ما يعني يلهي عن الطاعه وعن العباده وعن صحيح فما فيها شيء. نعم لا صار الالعاب يعني اول شيء لا تدخل بالدين ولا يعني تضيع طاعه فما في شيء. الإنسان يعني نوعا من المرح، دخل المرح تراه يبعث السرور في الإنسان. لا شك. يعني تراه نوع من العلاج النفسي حتى. صحيح. إذا الإنسان أدخل المرح، بعض الناس تلقاه يعني مكتم طول يومه، حتى هو يتعب وأهله يتعبون. نعم. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة. اللهم صل. ولا لا؟ نعم. صحيح البخاري. سبقته وسبقها. اللهم صل. إيه نعم مرتين. فكيف الاسئله الحلوه سابق زوجته؟ شوف فيها نوع من اي نوع من الجلافه شوي. شوف وسبقتني بعد. وش وش الفرق ان الالعاب من اول كانت تبعث على النشاط على الحيويه على الوناسه على الحركه على التالف هذه الالعاب لان الان الالعاب موجوده يعني بهالجهاز الحين. نعم. كلش موجود لكنها قد تبعث على الاكتئاب من كثر ما الانسان يدمن عليها ويعتزل الناس. صح. يلعب هو مع ناس مجهولين يعني احيانا عيالنا وبناتنا يلعبون مع ناس مجهولين في خارج المملكه احيانا يلعب معهم وينبسط معهم قد يلعب مع الجهاز ويلعب مع الجهاز الحالي. فالشاهد انه يعني لا فيها نشاط للجسم ولا فيها حي بس مجرد انه ولا يبي يقابل العالم هو عايش بالعالم الوهمي ما يبي يقابل العالم الحقيقي اللي هو جمعاتهم والروحات وخواله واخوانه وكذا فتدد معزول بهالغرفه. والله مشكله هذه يعني ان شاء الله اذا وصل لهالمرحله مشكله. انت تشوف الحين في والله العظيم اني هالحين انبسط اذا سمعت صوت الكوره. اي ادري انهم ناطلين الاجهزه. يا سلام. اي والله فعلا لما اروح الحدائق وتشوف الاولاد يلعبون كوره والله انك تنبسط ترتاح. ولا قالوا يتسابقون ولا قالوا يا سلام ومطلوب اي حركه. لا ومطلوب من كل ولي امر الان او ام انها يعني تجتهد ان تطلع اولادها يعني للرمل للبر للطعس للحديقه. اذا عندهم حوش اذا عندهم حوش يا اخي خليه يلعب يا اخي. يعني انا دائما اوصي عيالي وبناتي وعيالهم الصغار اقول طلعوهم الحوش يا اخي خذ الجهاز من عنده خذ يطلع الحوش على الاقل ربع ساعه تضربه الشمس. صح. الان اغلب الصغار اغلب بل حنا الان كبار يعني فيتامين دال هذا ما هو عندنا ترى راح فيتامين دال ما عاد فيه ما فيه. واذا قلنا الدكتور قال يا اخي اطلعوا للشمس طلعوا عيالكم للشمس. صح. يعني اول قديما ما كان عندنا نقص دال ليش؟ دائما الشمس نقعد. نعم. اوه تقصد بالشمس نعم حروقين. نعم دال عندنا اول فل الان دال يعني جدا متردي يعني يصل الى درجه متدنيه حتى بعضهم دال من كثر نقص دال عنده يصيبه امراض. اول ليش في مناعه دال قوي عندك الشمس تضربك دائما الشمس. فانا اقول دائما لعيالي وبناتي حتى قلت لعيالي الكبار اقول لهم عبد الله اطلعوا للشمس يا جماعه حطوا كراسي بالشمس اقعدوا بالشمس شوي تمشوا بالشمس حتى هشاشه العظام يا شيخ. هذا هو الحين وش نقص الكالسيوم بالجسم من الشمس. الشمس. نعم. ولا احنا عندنا شمس ما هي موجوده بالعالم. الاوروبيين الان يتمنون الاوروبيين يغطونا لشافوك قالوا اول سؤال يسالونك يقول لك يعني وش رايك بالطقس؟ يسألونكم أنت منبسط بالطقس لأنها غائب ومطار وخير ويقولوا يو ار كريزي يعني أنت مجنون مجنون وينك أنت؟ أنا نبي شمسكم ذا اللي أنتم عايشين فيها. شمسكم غريبة شمسكم لها فوائد ما تشوفهم في المنتجعات وذا يتجلدون وينسدحون. أذكر ليه يبون الشمس تشدعهم. أذكر يا أبو عبد الله كان معنا الطلحة الله يذكره بالخير فيقول جم وفد من اندونيسيا يقول عزمتهم يقول كان يقول عزمتهم في اثمامه يقول في طعوس يقول اقول لهم يعني احنا ترى ما احنا مثلكم عندكم خضره وعندكم 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 كذا
احنا ترى ما عندنا الا رمل. اي هو يقول قال احنا نتمنى نعم اللي انتم فيه. اي نعم كان نتمنى امنيه يبون رمل. شايف قال اتمنى ان نجي في الرمل وفي تدري انهم يعالجون بها. نعم. كان الصمعاني الله يغفر له ويرحمه واللي يعرفونه منكم معالج. كان اذا جوه يشتكون من الام العظام ومن السوامير يسمونها ايه؟ من قال رح احفر نفسك ودفن نفسك بالمله. متى يدفنون انفسهم؟ نعم شهر سبع شهر ثمانيه سبعة وثمانية وتسعة ميلادي. الله قمه الحر. اذا بغيت الحديث يا ابو نايف عن هذا الموضوع. نعم. باسهاب وانت يمكن ابو عبد الله عنده خبره. نعم يعطني فرصه اذا بغيت. اذا بغيت هالحين تبي هالحين اذا تعطي روسك رام ولا بعدين. لا لا فيها لها حلقه ابو عبد الله. لا لا حلقه كامله لكن يعني نعطي فيها معلومات وافيه. اي نعم. هذا طبعا الدفن بالرمال وعندنا تحديدا نهود الثويلات بالزلفي اللي يستطيع انه يدفن نفسه وهم قله للاسف الان ما عاد احد ولا من اول في الزمن السابق. نعود للزمن السابق الغالبيه الناس دائما يسميها مله. اذا ما كانت مله رمل راح يسوي مله رمل مله نار. ايه يعني زي الجمر زي هذا هم يدفن روحه. لكن الان في الصيف الان اللي جت مثلا وهي الناس فروق فرديه طبعا. نعم. احد يروح الساعه 2 بعد الظهر حاره الشمس. نعم. لكن تعطي مفعول. نعم. واحد يروح عقب العصر حول الساعه 5 كذا واحد الى اخره. والافضل الافضل والله انا في وجهه نظري اهم من خلال ما جربت الساعه 2 ما بين 2 الى 3 في الصيف. في الصيف اي حر. هذا من دور الحر عنا. هذا الفائدة. شلون يا أبو عبد الله؟ شلون طيب يجي يحفر؟ أنا لا ما في حفر. لا تحفر. أنا أروح الصباح يعني وأسوي بس وأخر الرمل كذا يبرح سحبه سحب سحب بحيث أنك إذا جلست يصير عندك رمل جاهز حار. والمكان يكون حار اللي أنت سحبته اللي أنت بتنسدح فيه. في أول ما تجلس في الرمل تحس شوي كذا لكن إذا دفنت خلاص سبحان الله. ايه ويحتاج الى تمرين طبعا في اليوم الاول. ما عليك جسمك ملابس ولا شيء الا بس يستحسن يكون عليك يعني سروال بس داخلي. ايه يستحسن هذا. في بعض الناس وهم اجتهادات انا اقول لك فروق فرديه يجيب باغه اللي هو حقه غسيل الثياب ذي ويلبس جسمه عن الرمل. اهم حاجه في الموضوع تحط على راسك كرتون عن الشمس وباغه عشان ما يدخل لذلك الرمل وكذا. هذا اهم شيء عندي. الناس فروق فرديه ويجب ان يكون فيه تدرج. مثلا في اليوم الاول 10 دقائق مثلا يعني اليوم الثاني وهكذا حتى تصل الوقت المناسب الحلو اللي يؤدي الغرض نص ساعه 30 دقيقه. ما شاء الله. اي نعم. بس تنكتم؟ لا ما تنكتم بالعكس خلاص هما دفنت روحك وذا خلاص يصير الموضوع طبيعي تحس جسمك سبحان الله العظيم. يجب هذا ناحية. الناحية الثانية يجب على الإنسان أن لا يكون لديه سكر عالي. اللي عنده سكر عالي ما يشعر بالحرارة فيصيبه وما يدري. ما عنده ضغط عالي. ما عنده الله يسفيكم الشر قلب. كل هذه الأشياء يجب أن يكون منتبه لها انتباه تام. من ميزة هذه الأشياء أولا أنها تفتح مسام الجسم وتقوي الدورة الدموية وتخرج الرطوبات ولا لا؟ إلا تخرج كل إذا طلعت ولا كأنك ما هو متروش شر خيال تشوف المنطقة شيء عرق. نعم. هذا اي روماتيزم اي التهاب كتفي التهاب بالكذا بالركاب يعني تنميل سواميد باذن الله مع الاستمرار تروح. الاولين ابو عبد الله يقول اللي ينكسر يطيح من الذلول ولا شيء يعني بعد ما يجبر يحطونه بالمله هذه لازم ممكن ولا ما يلتئم يقول ساعد يستعيد نشاطه ولا لان تصير رضوض بالجسم. نعم. ما تروح تصير رضوض بالجسم ما تروح الا مع الحراره هذه تطلع. نعم. الرطوبات. نعم. والاشياء. نعم. من ميزاتها المهمه ايضا يصير الانسان عنده قله لشرب الماء. ما يهمه انت مثلا مزارع وتشتغل بالصيف وترقى وتحول وتروح وتجي ما تضمى. هذه ميزتها. عجيب. إيه
طبعا الواحد يجب ان ينتبه عاد، ما هو بلا من المهضم المضروري، ولكن احيانا يعني خلينا نقول انت بالبر والله يستر علينا وعليك خلص عليك كلمه وكذا، تقدر تقاوم ثلاثة أضعاف ما يقاوم الإنسان العادي. هذه مجرب، ما هو بأي كلام. طبعا لها ميزات كثيرة وهذه مجرد يعني. يعني على عجالة يا أبو عبد الله ينشط الدورة الدموية. نعم، لأن الدم سبحان الله ويعالج الروماتيزم والالتهابات وال ويفتح المسام. يفتح المسام، مسام أيوة في الجسم ثلاث. إيه ويخرج، لأن كيف يفتح المسام؟ لأن يخرج وشايل معي شوي من الرمل. قال هذا تمام. بس إيه بس لا يصير حار. قلت لا تقعد بالشمس أكثر من 30 درجة. قلت وين 30 درجة؟ إحنا قاعد 100 ما عندنا مشكلة. 50 فعلاً. أنا صارت لي قصة مع عمي جبته الله يغفر له، طبعا كان كبر في السن ومتعقل رجليه، ويوم يمشي رجليه مثنيه ما واجيبه في نفوذ الجنادريه، وانا جاي نسوي الفحوصات اخذت نفوذ الجنادريه حضرت له، والوقت الساعه 4 بعد صلاه العصر. هذه بالصيف بعد انا اعتبرها يعني يعني قمة براد حرارة الأرض الساعة 4 وقمة براد الأرض الساعة 4 الفجر. شفت؟ فالساعة 4 العصر حفرت له وجلسته. طبعا دفنت الحفر اللي أنت حفرته كبير ولا مثل ما قال أبو عبد الله يعني؟ لا 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 أنا حفرته كبير لأني بجلس فيه. إي وجلسته طول عمر فيه، مديت رجليه ودفنته. طبعا الدفن وصلته تقريبا الياء تقريبا حول الصدر تقريبا. الله. إيه. انا كنت ناوي ادفر كامل، قال لا جلسني وجلس. ما يبغى ينسدح. لا ابي تقهوه وبيوسع الصدر وسولف انا وياه. وبيحرك يديه. اي اي وخلي طعمر لان جا الصدر ودفنته، دفنت طعمر اجيب القهوه وتقهوه انا وياه وحسب 10 دقائق. قلت عم بطلع، قال لا انا احس اني مرتاح خلي. عجيب. وواصل انا وياه 10 دقائق ثانيه. طيب الفترة ذي كان يتكلم يعني عن مستجدات عن شيء حسبه؟ لا لا هو يقول انا مرتاح كذا. انا مرتاح وسولف انا وياه وتقهوى انا وياه. واصلنا 20 دقيقة بعدها بطلع، قال لا خلني وخليه نص ساعة مثل ما قال ابو عبد الله. يعني لو بجلس بيت زيادة لكني خشيت عليه. اي ممكن انه صحيح. فالهم بعد نص ساعة طلعته. طبعا خل عندك شيء بسرعة تلتف به لأن الهواء يصفك الجسم كله عرقان. صح. فأنا مجهز عندي بطانية، من حين طلعت من الأرض حطيت على البطانية علشان إيش؟ الآن ينشف الجسم ويخف العرق عنه. نعم. فمثل ما قال أبو عبد الله تصير المسامات مفتوحة. صح. فتتقبل أي هواء يجي ممكن أنه يتعبه. وكبار السن تخبر ما هم زي الشباب. نعم. عندهم يأثر إيش يأثر معه. صح. فلفيت على البطانية وخليته على جلسته، بس وخرت شوي عن الحفرة وجلس سولف أنا وياه. قرب المغرب وأنا ألمس جلده، ولي والله أن التراب يابس اللي على اللي كان من أول على الجلد اللي على إيه. إيه. عرفت أن هذا الحين نشف خلاص. نشف نشف خلاص الحين. وحدته عنه وألبسه، كان من أول على الفنيلة وجعل السروال قصير وألبسه ملابسه، ولي والله أن طعمر أنه يمد رجله برجعها. من اول كانت رجليه متعقله. سبحان الله. عبد الله يمد رجليه، العصب عنده كان من اول قاسي، الحراره اللي تسوت رطوبه للعصب، واللي هو مد رجليه على طول رجعها. ما شاء الله الرمل جيد. والحمد لله والله من فضل عز وجل. شوقتونا يا الله يسكن جنبك. جنبك الطاسم بالصيف بس ما نعرف ترى موجوده عندنا. ترى ابو ماجد ترى كل سنه وانا اسويها. ما شاء الله. يعني كل سنه وانا اسويها في ما بين شهر 7 إلى 9. هذه ضرورية جدا كل سنة ممتازة. واللي ما يعرفها اللي يعني خمسة أيام كذا. نعم. نشوف بعض المقاطع. احنا ترانا ما نعرق ولا يظهر من جسم السموم، خروج السموم للجسم. اي والله. احنا يوم ما نعرق مكيف في البيت ومكيف في السيارة اصبحت الامراض واجد فينا. صح. لكن الدفن هذا يخرج كل الجسم. واتوقع بعد ان له علاقة في حرق الدهون. اكيد ممكن. في قصة جميلة. ما انت ما تطرقنا قبل شوي ابو عبد الله. ها؟
ما تطرقت للحرب والله ما اكيد انه ما يحتاج انك انت بمطوع دي ما تبي الفتوى بس جد واحد الحين تجيب لك زبده وحطها حوض وجوسي تموع في طرفه جميله عندنا الزملاء عندنا بالعمل قبل كان 15 سنه وكان تعبان عنده اكتافه هذه يقول ما اقدر اشيله بعض الاحيان فكان تعبان فراح منه لا تخليها تحذفون بالمتسابقين فراح منه وشاف الاطباء وما اطباء وقرا وكذا أيه. قال له واحد يا اخي روح يا اخي حط عوس يا اخي فاضي حط ادفن نفسك شفت نفسي ليش؟ قال ادفن نفسك عشان ترتاح قال اكيد قال ايه اكيد وش كان فيه؟ كان عنده كتوفه من هنا ايه ما يرفع يدينه كره الدكتور يوم يقول اللي عنده التهابات ولا شيء المهم يقول قلت واحد من الزملاء ايش رايك؟ ودنا نطلع بالنفود ايش عندك في النفود بهالحر؟ قال لي ودي ادفن نفسي قال ليه؟ والله عشان كتوفي وكذا قال يلا تروح معي قال اروح معك يلا يقول زميل عزيز علي يقول قال يلا مشينا ونطلع متى؟ بعد العصر صلينا العصر مشينا صيف ترى حرارة 48 ورحنا من النفود للنفود يقول فعلا النفود ما اقدر امشي عليها بحافي لا وينك حار المهم يقول حار رمضة نسميه يعني اربع ايام اربع ونص ونطلع فوق الطعوس ونوقف فوق الطعوس عشان نبي الهواء شوي بس يجينا هواء يقول المهم جاء خوي هذا حفر وانا يقول انا بالسياره وقاعد مكيف شغل عندي وهو يحفر مسكين خوي يحفر وعرقاء مسكين حفر المهم يوم حفر لي عشان انسدح حفر لي حفر يمكن نص متر عشان انسدح واندفن ويفتح الباب قال ترى خلاص ابو فراس انزل يقول وانزل يقول انا نزلت وافسخ ثيابي ما بقى على سروال قصير يقول والله جو انسدح يوم جاء ودفني يوم دفني وانا اخذ معي شمسيه يحط يركض فوق راسي يغطي علي نعم وهو بظل السياره هو قاعد ونسولف سولفنا شوي وجاب يوم جاب بعد ربع ساعه جاب الشاي وقهوه وقال مو قاعد نسولف بعد يمكن تقريبا حول يمكن نص ساعه أو ساعه الا ربع يقول انا قلت لا ما ابغى اقوم خليني محلي انت قهوه بس يقول بعد نص ساعة لا تقريبا قبل المغرب يمكن بنص ساعة حر الجو يقول سموم يقول أنا أسمع جيب طائر الجيب ولا اللي يوقف على روسنا ولا دورية محش اي دورية ما أدري ايش صار موقفني دورية وجدت فوق يا موقف الدورية عندنا يناظر ايش عندك شلون هنا؟ ايش سوى هنا؟ أنا تعبان وأنا دفنت نفسي هذا دفني عشان ابرتاح نعم بس ليه في شيء قاعد اثباتكم وهذا اثباتي واثبات خوي المهم ناظر يشوف اثباتنا ونعم الرجال ونعم القبائل ايش عندكم؟ والله بدفن تعبان وبدفن بس قال خوي ايش اللي حاصل؟ جاي من زلت اثبت يا ما نشوفه يمكن يجي له 3 كيلو 4 كيلو قال ابلغ عليكم الهندي ذاك ضاع الغنم ضاع الغنم شافكم يقول احنا ما شفنا اصلا قال هذا ميت اي يقول احنا يقول اصلا احنا ما شفنا ولا انتبهنا له اصلا يوم مره انا قلت الهندي هذا اكرع الغنم ترى بلغ عليكم خايف الهندي منكم ايش بلغ عليكم قلت لا ما ادري حزمنا هذا يدفن لهم قال في واحد يدفن واحد موت اي يقول جزاه الله خير بلغ عليكم يقول اقبل قبل يمكن ساعه بلغ عليكم يقول واحنا كنا بالمركز اقرب دنيا طلعت وانا وناد جاي وطلع لامك وانا كاتب الهندي ما علمك قال علموني انه بيدفن واحد بس احنا ما ندري احنا فجينا يقول والله فيقول احنا عاد قاعد وقلنا تقاهوا وقلت عرفنا عليه وصار معرفه وتقاهوا قال اهرب امشي بروح مع السلامه فيقول الهندي علم قال بيدفن الرجال بيذبح الرجال يا حلال الهندي خاف على الرجال مدفون خاف يقول واحد يذبح واحد قدامي راعي غنم فعلا يعني الواحد يكون عنده حس امني صح جميل يكون عنده حس امني قال الهندي هذا عنده حس امني ريجي جو قدامه ورجال يحفر رجال ويدفنه وش تتوقع؟ فهذا يعني الحقيقه هذا معرفته نعم رجل الامن الاول هو المواطن والمقيم هو رجل الامن الاول ما يرى شيء
يبلغ عنه، فمثل هذول ما يدري لكن جاء تبينوا من واقعهم زارت الريبه صح، ضحك على ضحكه وسولفوا وتعرفوا على بعض فعلا يعني والله المفروض اهدوا الهندي وين الهندي خاف عليهم والله الهندي يعني صار رجل امن بلغ فيهم خاف يحفظ. من الامور المهمه في على الزمن القديم الزمن الاول العاب الاول ذكرني ابو نايف يعني كنا نلعب يعني احنا اول ابو عبد الله يلعبون نلعب كنا نلعب لعب طويل وكثير لكن في شيء حققه نقول ما ينسى اذا اذن ما فيه خلاص وقف الشوارع فاضيه وينك وين كل العالم في المسجد اي نعم هذا من افضل واجمل يعني لحظات صراحه طبعا احنا كنا ينقطع لعبنا ونتضايق اللعب انقطع عنا صحيح لكن ما فيه اذا الاباء طلعوا من بيوتهم متوظين الاباء مع البيبان ما في واحد يلعب بالشارع صح انسى فتعودنا واطرف واحد منهم ينكر على 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 العيال كلهم يلا ويامرهم بالصلاه يلا مشينا يلا يلا أذن. يلا يروحون واول ما في كان سماعات ميكروفون اذن لا اول اذن يلا نسمع المذن اذن فوق المناره لكن خاص من يمطعون ابائنا من البيوت متوظين عطوا كلنا يلا بس يلا طلع ابوي عمي ما شاء الصلاه فنصلي فكنت هذه اقصد يعني جميله جدا وعندنا نقطه اخرى والشيء صلاه المغرب تنقطع جميع الالعاب كل العالم يوقفون الا مثل ما قال ابو نايف لعبه الليل هذه لكن لعبه العاب النهار عظيم سالي العاب النهار لا اذن المغرب بين المغرب والعصر طبعا بين العصر والمغرب وقت الصيف طويل اي حاره تمرها تلقى العالم يلعبون هذا يلعب كذا وذا يلعب كذا وذا يلعب كذا لكن لا اذن المغرب خلاص جميع الحارات كلها فاضيه راحوا دخلوا بيوتهم يتوضون يطلعون يصلون هذه من اجمل يعني اللحظات الجميله في تعظيم الصلاه وتعظيم العباده وحتى وهم يلعبون الاولين نعم اعزائي المشاهدين احنا قاربنا على نهايه حلقتنا بقي تقريبا ما يقارب من 7 دقائق على الاذان فاليوم حقيقه مر اليوم ما كان ما درنا عنه الأرض الحين لو باقي 7 دقائق ما شاء الله على الكلام الجميل والالعاب الجميله هو ذكريات الماضي وكسر الروتين وكسر الروتين من الالعاب وكل قاعد يعيد ذكرياته يوم انه صغير ويوم انه طفل نعم ولا اوصيكم على الدفن انا بروح ادفن نفسي انا فعلا ما بشت تدفن روحك ابو عبد الله في انتوا اثنين ابو عبد الله ابو عبد الله الشيخ احمد نعم في دقيقه او ما جاء يعني في دقيقه كلمه ختاميه لعلنا توجيه وكلمه ختاميه والله صراحه يعني الموضوع اللي هو الكلام عن الماضي والعاب الماضي واكل الماضي وحياه الماضي ومعاناه الماضي وكل سبحان الله مثل ما يقول اللي ما له اول ما له تالي نعم سبحان الله فإذا عندما ذكرت الأول الماضي القديم اللي كان عند أبائك وعند أجدادك وكيف عانوا وكيف أوصلوا وصلت أنت الآن إلى هذه المرحلة الحمد لله بفضل الله جل وعلا يعني أعطيكم على سبيل المثال من أعظم الأمثلة وهذا أمر حق يعني كلنا يعني نقول نثني عليه وهو توحيد هذه البلد المباركة على يد المؤسس رحمة الله عليه وجعل مثواه الجنة لما كنا قبل تأسيس المملكة ماذا كانوا الناس يسوون الناس كانوا يتقاتلون يتصارعون يذبحون وكان جوع وكان في أمور كثيرة جدا لكن لما توحدت المملكة بفضل الله جل وعلا ثم فضل المؤسس رحمة الله عليه وعلى أبنائه وملوكنا الكرام شوف كيف يعني وضعنا تغير بكثير جدا يعني الآن سبحان الله لما تفكر قبل 60 سنة كيف كنا والآن كيف كنا الآن شيء يعني ما يتخيل ولا يتصور يعني كما قال بعض المؤرخين يقول أفضل بلد في العالم سبحان الله انتقل من مرحلة الفقر إلى الغنى بفضل الله جل وعلا ثم فضل الحكومة المباركة وولاة أمرنا إلى هذا يعني الوقت أسرع حكومة يعني أو أسرع بلد اغتنب ب50-60 سنة فضل الله جل وعلا سبحان وهذا فضل من الله جل وعلا فنقول نحمد الله أولا وآخرا هذا فضل الله أن الله خرجنا من ذاك الزمان وذاك الفقر والمعاناة وكما تفضل أبو عبد الله
الى اليوم الحمد لله الواحد يقدر وهو بيته بالتلفون يجيه اكله، يجي شربه، يجي لبسه بالتلفون. قادم من اول ما كان الواحد يلا يلحق يدور شيء ياكله، الان لا، بالتلفون يجيك اكلك، بالتلفون يجيك شربك، بالتلفون يجيك من يخدمك. الحمد لله بفضل الله جل وعلا. فنقول فرق بين الاول والان، واللي يدرك الاول يدرك القديم، يعرف القديم والله انه يبكي على الحال الان، يقول اللهم لك الحمد. يبكي من الفرحه ومن النعم الموجوده. كبار السن اليوم يعرفون هذه النعم، ادركوا السابق والان شوفوا وضعهم الحين. يقول احنا والله بخير نعمه، حتى لو اكلت القليل والله انتم بخير ونعمه الحمد لله. اسال الله ان يوفق معكم. جزاك الله خير. ابو عبد الله سم تفضل. انا اقول في دقيقه كلمه ختاميه. انا اقول للاخوه المشاهدين والمشاهدات، سامحونا ان كنا ضيقنا صدوركم في بعض الامور، ولكن هي اشياء يجب ان تكون لدى كل شخص يعرف النعم التي نعيشها، ونعرف الفرق الشاسع الذي نعيشه هذا في هذا الوقت وفي الزمن السابق. ولم يكن إلا دائما وأبدا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا، ومن أمن وأمان وصحة وعافية وأكل وشرب وركوب وسكن وخلافه، ثم نشكر حكومتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في توفير كل متطلبات الحياة الإيجابية لمواطنيها، ونرجو من الله العلي القدير لهم التوفيق دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو نقول لكم أول شيء نشكر أبو عبد الله، ونشكر أبو عبد الله، ونشكرك أنت يا أبو نايف وأبو ماجد، خاصة لكم دور كبير بالفعالية اللي صارت اليوم. نقول نعم الله عليكم، شبعنا وتغدينا، الله ينعم عليكم، وكان هذا طبعكم فحنا من ربعكم. هذه بداية بداية إن شاء الله، وسهل إن شاء الله مرة. ونقول للإخوان والأخوات المشاهدات إن شاء الله استمتعتوا معنا تغيير الروتين هذا اليوم وكسر الحاجز، والله يسهل لكم أموركم ويهنيكم ويسعدكم. وإن شاء الله على كلام أبو نايف إنه كل ثلاثاء نعم عندنا فعالية، واللي عنده اقتراحات أو آراء أو انتقادات أو ذا ما نستغني عنكم. الله يحفظكم، نراكم على خير. وكذلك اللي عنده مثل ما قال أبو إبراهيم عنده اقتراح شيء لعله أو يريد أن يشاركنا كذلك في مجلسنا، فنحن نقول الله يحييه. أرقام تظهر على الشاشة، يتواصل مع الكنترول، يعطيهم رقمه وحنا إن شاء الله نتواصل معه ونكلمه ونستضيفه إن شاء الله. ونقول الله يحييكم جميعا مشاهدينا، القناة قناتكم وهي من أجلكم وضعات، ومن أجلكم لأجل تسعدكم. وحقيقة نشكركم ونشكر جميع اليوم من كان معنا، ولو أن صار فيها شوي منافسة في اللعب وفي يعني في على ما قالوا بعض الفعالية، إلا أن حقيقة استمتعنا كثيرا وأنتم استمتعتم. ولعل إن شاء الله حدا يرفع الأذان، الأذان الآن ابو عبد الله. نعم دخل الاذان ابو يلا ابو عبد الله. السلام عليكم. ياذن ابو عبد الله يلا تاذن. طيب إيه؟ بس عند الاطناب ها انا بستاذن منكم. هيا الله يحفظك ابو عبد الله، مع السلامه. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر.